السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وحنا كنتكلموا اليوم على الغيرة. ما هي الغيرة؟ هي شعور طبيعي ربنا عز وجل خلقه في كل بشر. الجنين في بطن أمه يالله كيتولد ربي كيغرس فيه ديك الغيرة. هذيك الغيرة غادية وكتكبر، كتكبر منذ الطفولة في كل مرحلة من المراحل، حتى كيمشي للمراهقة، حتى كيمشي للشباب، حتى كيمشي للكهولة، حتى كيعود شيخ هرم وبقى فيه الغيرة. الغيرة كما قال الأستاذ الكبير من وجدة سي رمضان، قال بأنها نوعان، هناك الغيرة الإيجابية والغيرة السلبية. الغيرة الإيجابية هي كنقول أغار عليك، إنسان يخاف على مصلحتك. الناس كنا كنغيروا على الدين وعلى اليقين، ومن يعظم شعائر الله نغار على ديننا، نغار على من يمس مثلا وطننا، شبر من أرض الوطن، تربة الوطن، ذرات الوطن نغار عليها، نغار على القيم الإنسانية التي تجمعنا في هذا الوطن، نغار على المبادئ، نغار على هذه أشياء طيبة ينبغي أن تبقى فينا. اللي ما عنده غيرة على الزوجة ديالو، ما عنده غيرة على أولاده، على الوطن ديالو، هذا كما قال الحسن الثاني رحمه الله تعالى، قال لك يتعزى في حياته قبل ماتو. لكن الغيرة السلبية هي كنقول لك أغار منك، هذا حسد، أنغار منك، كلي يغار منك على الشكل، أنت جميل، هو ربما ظن نفسه أقل منك جمالا فيغار منك. عندك واحد المتاع، عندك سكن مثلا في منطقة محترمة، يقارن بينه وبين مقر السكن، يقارن بينه وما بين الوظيفة شحال الراتب كتربح، شحال التعويضات عندك، حتى علاقتك مع المدير أو مع المسؤول، هل أنت تحظى باحترام أكثر منه أم الآخر أقل؟ كتنشأ غيرة. الغيرة بين الجيران، الغيرة بين الجيران، هذا الجار يدخل يسلم عليك ويعنقك، الجار الآخر ربما يكره حتى أن ينظر إليك بنظرة رحمة، وهكذا أشكال وألوان. والأطفال الصغار في المدارس سمعنا كل هذا الكلام، هذا كتسمى الغيرة السلبية. الناس كيسولوا هذه الغيرة كيف نزيلها؟ نزيلها بأسباب مختلفة. هي أولا نعتقد بأن ربي عز وجل هو اللي قسم الأرزاق، اللي أعطاه الله شي متاع، أعطاه جمال الصورة، أعطاه واحد الرتبة عليا في الوظيفة، أعطاه الله واحد الرزق وفير في محل سكني رفيع، أعطاه الله تعالى واحد رصيد بنكي كبير، أعطاه الله وليدات جميلين، أعطاه زوجة صالحة، هذيك رزق، الله يقسم الرزق، هي داخلة في الرزق. ربنا عز وجل يقول لنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني اللي غنغيروا منه بصح وهو رحمة ربك خير مما يجمعون. شنو هي رحمة ربك؟ هي أن الإنسان كيسعى في العمل الصالح، في العبادة، في الطاعة التي يرضاها المولى عز وجل، هذيك خير مما يجمعون. أما أي حاجة فاتك فيها الإنسان فربي اللي أعطاه، وما تغيرش منها لأن قيمتها محدودة وغدا غتزول. كلمة جميلة قالتها للا زينب بن أسفي، قالت لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ما تعلقش نفسك بالدنيا كثير، حتى كل واحد عنده شي حاجة راه ما دايماش، عنده بوست كبير مثلا، عنده مركز كبير ديال القرار كينفذ في أي حاجة، ما تختارش لأن مؤقت وغادي يزول. قبل منك شحال من واحد يجلس فيه هذاك الكرسي أو أي مقام من المقامات، فنان أو رياضي أو أي كان. فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك. المشكل كتقول زينب من أسفي هو أن الناس عندهم أمراض نفسية، نفسي كما ذكرت الأخت سناء من الدار البيضاء، هي المشكلة ديال النفوس، النفس الأمارة بالسوء هي اللي عندنا، لو ربيناها ولو أننا حاولنا نروضها غادي نرتاحوا أكثر.
كلام جميل قالته للذين من أسفي، القناعة كنز لا يفنى. وكانوا الصالحون إلى غابت عليهم الأمور كيقول موعدنا الجنة، موعدنا الجنة اللي فاتني الآن ماشي مشكلة. علاش؟ لأن هي الدنيا قصيرة، اللي فاتني سوف أدركها. كيقولوا موعدنا الجنة بإذن الله تعالى، وغتلقى الخير الكثير والخير العميم. الحلول ما هي الحلول؟ كما قالت سناء من الدار البيضاء، الحل الأول هو الرجوع إلى الله، أن الإنسان يرجع إلى ربه ويؤمن بأن الرزاق هو الله، وأن المقسم هو الله، وأن الإنسان يرضى، يرضى بما قسم الله له. ولا تنظر إلى لقمة أخيك، لا تنظر إلى لقمة أخيك، لأنك كلما نظرت إلى لقمة أخيك غتكون تقارن بينك وبينه وتغار منه، مع أن الله أعطاك أشياء أخرى لم يعطي له هو. حتى ربي قسم الأرزاق، أعطى لكل شيء 100%، كل شيء 100% بحال بحال، ولكن هذا أعطاه 50% ديال المال، 10% ديال الوليدات، 2% ديال الحظ السعيد، 3% ديال الرضا، 15% ديال النوم العميق، والآخر أعطاه العكس. وهكذا كل واحد أعطاه الله تعالى نسبة مئوية في المال، في الرزق، في الصحة، في الأولاد، في السمعة، في الراحة النفسية، في النوم العميق. كل اللي عنده الفزع ما كينعش أصلا، راه هذاك قلة رزق، واللي كينعس حتى كيشعر بالارتياح هذاك رزق هذاك أيضا. وهكذا الأولاد والبنات وغيرها. زينب بن أسفي قالت واحد الكلمة جميلة، أنها وصلها هاتف من السماء ملي شافت راسها مضاربة مع الزمان، سمعت قالت لي هذا الشيء كديري لغير وجه الله، عرفت بأنها خصها توطد نفسها مع الحق سبحانه وتعالى. وديك الساعة النفوس غتحيد منها هاد البذرة المسمومة التي اسمها غيرة، في شقها السلبي الغيرة من الناس، ولكن الغيرة على الإيمان، الغيرة على الدين، الغيرة على الوطن، الغيرة على القيم الاجتماعية، الغيرة على محبة الناس، هذه كلها أسلوب جميل جدا. مع العلم كما ذكرنا في أول حلقة، قليل من الغيرة جميل، لأنه يؤدي إلى المنافسة، يؤدي إلى نوع من المسابقة. وربنا قال لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن الكثير من الغيرة هو تمني حب زوال النعمة للآخر، هذه مذمومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغيرة، نسأل الله تعالى أن ينزع من صدورنا الغيرة السلبية، وأن يملأ قلوبنا بحب الله وحب الخير للجميع. نتمنى من الله تعالى أن ينقي صدورنا ويطهر نفوسنا، ويجعلنا وإياكم على المحبة والمودة والسلم والسلام. ولا نشك بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إذا شاء أعطاك بغير حساب. لا نشك بأن الله إذا شاء أعطاك العزة، هو العزيز يعطيك العزة ويزيل عنك الذل. لا نشك بأن الله تعالى يسمعنا الآن ويرانا ويباهي بنا الملائكة، لأن كل من يسعى إلى الإصلاح ويسعى إلى الترشيد فإن الله تعالى يقول هؤلاء على الطريق المستقيم فيباهي به الملائكة. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. قولوا جميعا آمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود أيها الأحباب الكرام لنواصل اللحظة، معنا مكالمة من أسفي مع للا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير دكتور عصينيك؟ أي أم محمد، اسمح لي يا أستاذ، كان بدل سنية لأنه كان قول الناس راه ولاو كيعرفوني وبقيت قديت، يعني سبحان الله العلي العظيم. لا كل له نبرة صوتية بحال البصمة، بحال البصمة ديال البصمات، كل له صوته يعرف به. والله العظيم أستاذ، لو وليت الناس كيعرفوني لدرجة وليت كنتصدم ملي كيقول لي شي واحد راني سمعتك كنتصدم. الله يبارك لك لالا. الله يكون معك أستاذ، الله يوفقك، الله يحفظك لينا، والله يخليك بركة، الله يحفظكم جميعا أستاذ. وبغيت دكتور ندخل غير في هذا الموضوع ديال اللي قلت انت ديال الغيرة. إيه. يعني أنا كنقول حاجة واحدة أستاذ اللي كنغير منها.
يعني كنتمنى ما تكونش غايره يعني ديال الحسد، ولكن غايره لوجه الله سبحانه وتعالى. ملي كنشوف شي واحد دار شي خير حتى انا كنغير وكنبغي ندير الخير. نعم فهمت. ومني كنشوف شي واحد قلنا في مثلا صام وانا ما صمتش، يعني شي واحد صلى وانا يعني كثر من الصلاه من الاستغفار من يعني قلنا في مثلا هذا الشيء استاذ انا كنغير منه، كنقول علاش حتى انا ما نكونش بحال هذاك الانسان. فهمتي هذيك كان ماشي زعما غيره، ولكن كان حتى انا كنبغي نكون بحال هذاك الانسان. فهمتي نتقرب الله سبحانه وتعالى بحاله. نعم انا كنشوف وليداتي كيقول لي ماما حنا بغينا دار، حنا ماما بغينا حنا نطلعوا مع الدروج ونهبطوا، حنا بغينا ماما تكون عندنا حنا السطاح ونطلعوا. ولكن اش كنقول انا؟ كنقول لبنيتي شوفي كتابت هذا الدار مرحبا، ما كتابتش رحنا الله سبحانه وتعالى. كو كانت دامت لوالدينا كرام هما باقين فيها، ماشي راه مشوا عند الله سبحانه وتعالى جدودنا ووالدينا وجميع محمد. راه شحال من واحد كيكون معاك حتى كيغادرك يعني على غفله، عاد كتمنى شي واحد مات واخا يكون عنده المال، واخا يكون عنده المال ديال يعني كتشوف انسان انا يعني هذا الشيء حدانا وعايش شفته يعني. نعم. كتشوف انسان عنده المال ولكن النهار اللي جاته الموت ما عدلاتوش. يعني انا بالنسبه لي استاذ هذا الشيء ديال هذا الشيء ديال الغير قلت لك كان ديما كنصح وليداتي شوفوا يعني شوفوا اللي قل منكم كما قالت السيد وكما قالت الاخت مريم البارح، قالت لك العروبيه راه ما يقدر يكون فيها غير سيدي وولاد. حنا كنشوفوا الحناس كيدخلوا علينا، كتشوف العقرب راه زي هذا كما نقولوا حنا الشوكه ديالو جايه داخله، ولكن شنو غدير؟ راه ما عندك ما دير. قالت لها العين بصيره واليد خطيره، انت باغي دير واحد الحاجه ولكن ما فيط لك والو من هذا الشيء، ما فيط لك حتى شي حاجه، يلاه مقاتل مع الزمان. واش فهمتي؟ يعني واخا لدرجات واحد الخطره ما نكذبش عليك استاذ، يعني واحد الخطره كتبقى كما نقولوا حنا باقي بحال ما عرفتش كيفاش. مشيت كنمشي حكا عند الناس كتلقاهم مفرشين، كتلقى ملي كتجي لدارك كتلقى ما عندك حتى شي حاجه، والو ما عندك والو، كتشوف سرح ما ينطاش في الارض ولا شي فراير شات وحاط السندال على قد الحال، يعني كيبقى فيك الحال. كتقول يعني الله يزيد هذاك الانسان، الله يزيده من فضله، وحنا الله يجيب لينا. نعم. لدرجه اللي كان الدكتور محمد برا الله يجعل ربي جزيل الف خير. نعم. كنت طرحت عليه هذا المشكل، قلت له استاذ انا ملي كنمشي عند الناس وكنشوفهم وكذا وكذا راه كيبقى فيا الحال. قال يعني نصحني بعد النصائح لدرجه شوف الليل جا وقفوا عليا جايين جمعين كتقول لها داوي عيونها، قالت لها شنو قالت لك فلانه؟ قالت لها راه قالت لك زهدي في الدنيا. فهمتي؟ الله قالت لها زهدي في الدنيا، يعني انا كنت مع ذوك العيال، ذوك العيال كيهضروا وانا جالسه معاهم ما هضرت ما والو غير كنسمع. فهمتي؟ قالت لها قالت لك فلانه زهدي في الدنيا، عرفت هذيك الرساله موجهه ليا. من ثم استاذ وليت كنقول حققت شي حاجه تبارك الله، ما تحققش لاهلي يكون بها بعد الدنيا هاني ما عنديش مشكل. فهمتي؟ تلا عند الله تعالى. يعني الله انا كنقول يا ربي كن راضي عليا غير في الدنيا، انا ما بغيت والو في الدنيا، ما بغيت حتى حاجه، بغيت عريض الله والرحمه للوالدين لامي وبو جميع ام محمد، وبغيت كل من هو مريض الله يشافيه. انا استاذ يعني كل جيتي عندي، انا كل جيتي لعندي وشتي داري في الساكنه راه غيبقى فيك الحال عليا، غتقول هاد السيده يعني علاش يبات قريح ما تغيرش انا. ولكن انا استاذ مني شفت هذيك العيال كيهضروا قالوا لي زهدي في الدنيا صافي ما بقاتش كتهمني الدنيا، وليت كنقول اللهم لك الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى غير على هذا الشيء. لا زينة بنتي انت الله يكملك بعقلك، زهدتي في الدنيا ولكن وليداتك صغار وبنياتك، واش حتى هما عندهم نفس الاحساس ملي كيشوفوا شي واحد في واحد وضعيه جميله ورغيده وكيجوا للدار ديالهم كيلقاو واحد الحياه ديال الفقر، واش حتى هما كيشعروا بالغيره ولا هما قلبهم بحال قلبك؟ استاذي الصراحه يا دكتور يعني واخا ضلت نصح للوليدات راه تعرف استاذ الوليدات كيغيروا، دابا ملي كيمشيو غير عند خوتي وداك الشيء كيلقاهم دايرين يعني مهيله زوينين، وواحد الاخ ديالي يلاه كيتوسق في دارو دار واحد الدروج، ملي قالوا لي الايام يلاه ما نشوفوا خالي، ملي مشيت معاهم يعني ما سخاوش يجوا من ديك الدار، ملي جاو كيقولوا لي علاش حنا ما تكونش عندنا بحال هذيك الدار، علاش حنا ما تكونش عندنا، حنا بغينا الدروج، حنا بغينا بيتنا وحدنا، حنا بغينا فراش، حنا بغينا ناموسيه، حنا بغينا تدار، ولكن استاذ حنا اش غنديروا؟ اشنو بيدنا من هذه غيره جميله فيها المنافسه، فيها روح المنافسه يعني غتخليك تحفزك تنوضي تديري اسباب ومسببات باش ان شاء الله تزيدي الى الامام. ولكن استاذ شنو غدير؟ راه ما شايط لك والو من هذه الخدمه اللي خدامه، راه ما شايط والو يعني راه يلاه مقاتل مع الزمان يعني بحال غير كيسلك كيشد دوك كما نقولوا حنا دوك الفلوس اللي كيشد. نعم. يلاه كيلقى بهم حكومه هذاك كيقول لك راه ما بقى حتى شي حاجه، السوق كيجي كيقول راه ما عندي باش نلقى السوق، يعني كتلقى راسك
ماشي غير ديك الصلحه ما كنقول واش هاد الفلوس ما بقاتش البركه ولا كيفاش. يعني احنا بلادنا عايشين كما نقول احنا عايش واكل شارب ما خاطو حتى حاجه ما خاطو حتى خير، ولكن باش غيشيط لك دير دار ودير محل وتصرف حتى وتقاد راه ما شيط لك والو. يعني كنطلب يعني ديما كنقول يا ربي الا كتبت شي دويره يعني ما كرهش حتى انا كما نقول حنا شي واحد يعني ها كينزل عليك بشي بركه من سلوكك ها كيف لنا. ولكن هذا الشيء راه كتشوف كل واحد كما نقول حنا نفسي نفسي كل واحد مدي عصا راسو في ولادو. يعني لا من جيت الخوت لا من جيت كل شيء يعني كتشوف راسك الناس كلها صالحه الناس كلها مصوبه الناس كلها حتى واحد ما بقيتي كتدخل عنده وتلقى كيف ما انا دعيت اللي عايشه. ولكن شنو غندير استاذ راه لا بدا ما كتجيك شويه ديال الغيره ولا بدا ما كت بعض المرات بحال ملي كتشاهد الناس وكتجي كتبحال كتجيك هبه كيقول شوف سبحان الله يعني كل قيت انا غير زيت بيت متيسع ندير فيه انا واحد جمويدات ندير فيه. نعم نعم لاله زينب معذره الوقت ادركنا لرفع اذان صلاه العشاء. ان شاء الله الكلام كله اللي قلتيه كنسجلوا باش في ختام الحلقه نعطي خلاصه عامه لكلام الناس. وانا كنسمع لكم الان كنحاول نسجل كل ملاحظه وجيهه ذكرتموها باش في الختام نعطي خلاصه كما في المقدمه كنعطي واحد الاشاره اوليه وفي الخاتمه كنعطيو خلاصه شامله للموضوع حسب اراء الناس واقتراحاتهم. كنشكروك على الغزاره ديال المشاعر والاحاسيس اللي عندك في القلب ديالك والطريقه النورانيه اللي كتفكري بها لاله زينب. وبقي معنا ان شاء الله باش تسمعي في الختام الخلاصه ديال هذا الكلام برمته. ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظه مره اخرى الى وجده مع لاله كريمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. حياك الله. الله يبارك فيك لاله كريمه. كنحمد الله اللي حضرت معك تكلمت معك ناني نتكلم عليك معك المره الثانيه. يا مرحبا. بارك الله فيك. راك مزيانه دكتور. الحمد ربي ونشكره. اللهم لك الحمد. انا في ملخص هذا الموضوع ديال الغيره. نعم. حتى انا مريت بهذا الظرف كانوا غاروا بينا واحد الناس. لا اله الا الله. كانت وحده اختي كانت تخدم في الديار. نعم. ايوا كانت خدمت عند واحد الناس لاباس عليهم خاصهم خير. نعم. خدمت عندهم. لما خدمت عندهم كانت مقابله كل شيء مقابله الدراري مقابله المهم ايوا هذيك هي كانت المراه ديالو تغير باختي. مولات الدار كتغير من الخدامه. مولات الدار كتغير من الخدامه. علاش كتغير منها؟ واش لشبابها لجمالها لنشاطها؟ هذه اختي حدها حد راسها. نعم. ما دريويشه وتخدم الخدمه متقونه تخدم على والديا. اللهم بارك. اياه. لما كانت قالت لهم احنا كنا نكريو قالت لهم عطوني دار ونبقى نخلصكم الشهر للشهر. اياه. قال لها واخا راجلها قال لها واخا الزوج ديالها. نعم. لما عطاوها دار مشينا نسرناها ودخلنا فيها القش وكنا غادي نسكنوها. نعم. المراه ديالو غارت قالت له لا ما تعطيهاش الدار. دارها ولا تدخلنا فيها القش كنا غادي نسكنوها داها ولا فيها داها. اختي تصدمت. الله. لما داها تصدمت غارت مرتو اللي حيدت حالها. لا اله الا الله. وهادي زعما الناس كاين اللي كيغيروا بدون سبب. لا اله الا الله. بدون سبب كيغيروا. اكيد كاين سبب ما كاينش شي حاجه بلا سبب. ربما شافت اهتمام ربما زائد ربما ما بغات تكون دائما تحت ايديها صغيره. إلا دارت واحد الدار غتستقل بنفسها. حقا زعمك هذه اختي زعمك ماشي زعمك تقيل وحدها حد راسها ودريويشه وتخدم الخدمه تقونا من خدمه الدار
كتخدمي على والديا، ولكن هي كتصرف معها بتصرف اخر. ما بغاش، قلت لها انا بنت تقول راجلها، تقول له انا بنت الفيلا، انا بنت الفيلا، ما خاصنيش زعما شي واحد يجي محسن بيا ولا بحال هكذا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذه يا دكتور زعما الناس كيغيروا، كان اللي كيغيروا الخدامات، كان اللي كيغيروا. نعم، ربما مولات الدار تقدر تغير من الخدامة. مولات الدار تغير من الخدامة. علاش تغير منها وهي مولات الدار، مولات الري والشوار والخدامة تحت يديها؟ علاش تغير منها؟ واش لشبابها، لجمالها، لنشاطها، لحداكتها؟ علاش بالضبط؟ قطعت المكالمة لاله كريمة. هذا موضوع أيضا مثير للجدال، الغيرة ما بين الخادمة وربة المنزل مثير شيئا ما. قد تكون الخادمة فيها طباع معينة ربما قد لا ترضاها صاحبة المنزل لأسباب من الأسباب. موضوع أيضا مثير للنقاش. كنشكرك لاله كريمة وحفظك الله ورعاك الله وبارك الله فيك. دوما نحن كنجمع الملاحظات باش نعطيه خلاصة ديال الموضوع في ختام الحلقة. اللحظة غنتحولوا من وجدة إلى مراكش مع لالة ندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو، مرحبا. مساء النور. والله إلا هذا شرف كبير، والله كنت بالله عليه ونعرف كنت على سيدنا صلى يعني حسيت صراحة باش نتصل بكم أستاذ كوريبان. مرحبا لالة ندى. لا تنجعي معك الله إن شاء الله، الله يجعلنا إحنا وياك إن شاء الله يستخدمنا سيدنا رسول الله إن شاء الله في أعلى دين الخلق. اللهم أمين. يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم أمين. والله إلا بيت نجوي معاك وبيت نبكي وما أقرأ. أش غنقول لك أستاذ ما شاء الله وفتحي. الله يفرج لالة ندى. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ كوريبان عندي واحد المشكلة، أنا من النوع اللي كيبكي دغيا ما عرفتش علاش. حنينة بزاف، عاطفية كثير. والمشكل انني ما عرفتش نقول لك، ما محدوداش ابدا. لا اله الا الله. لا ما عرفتش يعني واش من الغباء ولا ما عرفتش انني كندير الخير. لا اله الا الله. كنت نتقابل حتى عائلين، حتى نقول لك استاذ راه يعني حتى الحياه الشخصيه عندي يعني واحد يا استاذ واحد المشكل. انت على المستعدش نقول لك مكرفتني واحد كرفت مع البيع. الله سبحانه لو الله يفرج عليك للا. اللهم امين يا رب العالمين. درجة يا شو نقول لك، وانت الله اعلم يعني 14 ولا 15 واحد باش نقدر نتزوج ابدا. الله الله الله. وحق الله كل واحد استاذ نقول انت الله اعلم راه يعني ما كان هي الله والموت. الله اعلم يا رب. قال لي اللي تقول لي، قول لي يا فلانة انت ما خصك والو. علاش يعني اصلا؟ قلت انا تحت امر الله، انا في امتحان. لا اله الا الله. الحمد لله يا استاذ، كنظن الله منك. انا كنقول الله اعلم دائما يعني الدواء اللي قلت لك دابا في المقدمه نتاع البرنامج دائما كان دعمك والله العظيم. او اي واحد كان عنده يعني كيما الناس كيطلبوا مثلا الدعاء، انا نقول اللهم امين قبل ما تكون اي دعوه. يعني اي واحد ما يكون داك الدعاء جماعي انا كندعمهم دائما. بارك الله فيك استاذ. الله يجازيك بخير. انا مشكل عندي ديال داك المس الشيطاني يعني دابا في رمضان. نعم. صعيبه استاذ باش تجيني واحد يعني واحد المشكله ديال النعاس، ما كنقدرش نصوم، ما كنقدرش عفوا نصلي، فهمتيني؟ نعم. الصلاة كنصليها بالنعاس وممكن ما نعاودش نصلي، مره كنصلي صلاه التراويح ممكن ما نصليش يعني. واستاذ عندي داك الضغط بزاف دازين في الجسم ديالي كلهم. الله اكبر. اي واحد دابا المشكله، اي واحد كان بي يعني كان بي بحال دابا التلاميذ يطيح لي عقل مجوج، لا من داخل بلادي ولا من خارج بلادي، نفس المشكل عندي يعني نفس المشكل. لا اله الا الله. الله يفرج عليك. اللهم امين استاذ. استاذ المشكله نتاع البكاء واش هي انه الانسان ما عرفش المشكل في البكاء؟ انا عندي يعني مثلا الا شتي شي مشاي صغيرة وبقات فيه الزقه ممكن دغيا ندمع، يعني دمعتي قريبه ما فهمتش علاش. عاطفيه اكثر من اللزوم. انا تنتمنى لو نكون تنتمنى يعني لو من الناس اللي تيبغيهم الله سبحانه وتعالى تنقولها دائما. لا اله الا الله. يعني تنتمنى لو ما عرفتش واش الانسان كيلحق واحد الدرجه من الايمان والله اعلم ولا ذكر لاحظا
لانه كتكون دمعته قريبه. الله اعلم استاذ. اكيد اكيد كاين كاين هذا الصنف، كما كان ابو بكر الصديق كان بكاء، كان بكاء. سيدنا ابو بكر الصديق معروف كان بكاء، وكان النبي الكريم يريد ان ينيبه في الصلاه، فتقول امنا عائشه لا تنيبوه يا رسول الله فانه لا يملك دمعته. كان غير كيقول شي كلمات كيبدا يبكي. كان قوي الايمان، قوي الايمان. كل اللي عنده قوه الايمان غير كيسمع كلام الله تعالى او اي موعظه بليغه تذرف عيناه بالدمع، كما قال وعظنا رسول الله موعظه بليغه وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. كل اللي عنده قوه الايمان، وكل اللي هو عاطفي، عاطفي جدا، تلقى اي مشهد من المشاهد المؤثره تسيل دمعته على خده. الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله. وكاين اللي هو يا كاين اللي هو مضغوط كثير، محقور دوما وابدا، غير كتمسو كيفيض، ربما ما عنده زهر وعنده حد غير سعيد. هو استاذ انا واحد المشكله بنسولك انا جات على خاطرك هذا استاذ، هو مشكله واحد عندي واحد المساله، واش هي فعلا من العين او لا؟ هي مساله ديك اللي كنقولوا لها حنا بين القوسين موجود عندي دائما استاذ، كان مرض بها دائما دائما، واش هي فعلا من العين؟ هو الامراض العضويه يستشار الى الطبيب لان عنده علم ودرايه بهذا الموضوع، ولان الامراض العضويه لها اسبابها ومسبباتها، لكن احيانا فعلا احيانا هناك التاثيرات الروحيه عندها واحد القوه على الجسد، كتظهر بعض الامراض اللي الا تبعها الطبيب بالتحليلات وبالتصوير اللي هو طبي ما كيلقاش لها تفسير علمي، وهناك يرجع الى التحليل الروحي، ان هناك علاقه تلازميه ما بين الجسد والروح، اذا مرضت الروح فان ذلك يظهر على الجسد. كنلقاو مجموعه ديال الانسان عنده اعصاب، عنده قلق، عنده توتر في روحه في نفسه، فتنعكس على جسده. قام الانسان عنده صداع في الدماغ، او عنده دائما حرق في المعده، او عنده الم في الركبه ولا يفقه سبب ذلك، وشاف الاطباء وشاف الخبراء وما زال المرض عنده. هذاك راه مرض روحي ينعكس على على الجسم الجسدي، وبالتالي تظهر هذه الامراض. فكيكون العلاج بان نبدا بالروحي، ومنها العين. العين الله يحفظنا واياكم خطيره. ويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالعين. وكما كيقولوا السادة الأوائل بأن النص اللي هما أموات في المقابر سببهم العين. طبعا معذرة لا أريد أن أطيل في الكلام، ولكن أن أسمع إليكم. شكرا لك لنا ندى على هذه الكلمات وعلى هذا الفضفضة التي من خلالها نستجمع مجموعة من الأفكار. أنا أحاول أن أستمع وأختار أفكار كثيرة. لنا ندى طرحت لنا مشاكل من بينها المس الشيطاني، هذا موضوع أيضا مثير قد نخصص له حلقة بتفاصيل متعددة. كذلك مشكل الحظ التعيس، كاين اللي ما عنده زهر، كاين اللي دائما عنده الأمور ضده، كيشعر دائما بأن الناس حوله كلهم كيقضيوا حاجات، هو دائما القطار يفوته. أصحاب الحظ التعيس، وربنا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا كنحاول نسمع الكلام ديال الناس ونسجل مجموعة ملاحظات، وقد تكون إن شاء الله تعالى كحلقة مستقلة، بحال الأخت من كريمة تارت مشكل الخادمات وربات البيوت، هذا موضوع مثير. هناك خادمات كيعملوا في البيوت، وربما قد يكون هناك انسجام وتكامل وتعاون بين ربة البيت وبين الخادمة، وقد يكون هناك شنآن، وقد يكون هناك سوء تصرف. ولجبدنا هذا الموضوع وتلقينا مكالمات، غادي نلقاو غنسمعوا اللي غادي يشيد ويثني، والكثير سوف يبكي وسوف يندب حظه التعيس. هذه كلها مواضيع مثيرة للنقاش، إن شاء الله أستمع إليها وأسجلها على أمل أننا نخصص لها حلقات مستقلة. هناك مكالمات كثيرة، لكن أخونا في الإخراج يقول بأن المكالمة إذا خرجت عن الموضوع يعتذر لهم بلباقة، فمعذرة. هناك بعض الأحباب كيتدخلوا، ربما كيبغيو يثيروا شي موضوع آخر، أو
العادة اللي كنا عليها من قبل، الكثير يطلب هناك دعوة فردية فلهذا يعتذر لهم، فأنا بدوري أعتذر لهم. فنظام الجديد للبرنامج هو أن نثير فيه قضايا اجتماعية ونفسية ودينية وحياتية ونستمع إليكم. نريد أن نشجع على منطق التفكير، على منطق التحليل، على منطق التبليغ. يعني كل واحد دار راشي حاجة يقولها لنا وإحنا غادي نساندوه، وبالتالي نضع الأصبع على مكان الضعف، ومن ثم نحرص على أن نتجاوز هذه الصعوبات التي نعاني منها. شكرا لك للا ندى من مراكش، وشفاك الله من المس الشيطاني وجعل هذه الدموع، جعلها الله لك رحمة. يكفي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أعين لا تمسها النار أبدا، منها عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. فربنا يحفظك ويرعاك ندى من مراكش. ونتحول إلى الدار البيضاء مع للا سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي الحاج كيداش لاباس؟ في أمان الله. الله يطول عمرك بنتي. الله يبارك فيك. الموضوع اليوم على الغيرة ياك. يا الغيرة وما أكثر في مجتمعاتنا. بزاف ماشي غير هي ولات مجاورة معنا. لا إله إلا الله. ولهاد الغيرة ولات مجاورة معنا. لا إله إلا الله. الجيران الجيران يغيروا من الجيران. الدراري في المدرسة يغيروا من الدراري. نعم. هذا لابس، هذا جدة الشيفور، هذا ماما هادي، هذا ماما هادي. أكيد. الله يقنعنا بالله، إلا رديتيهم للطريق تقول لهم أجيو. هذه راه الدنيا، كل واحد عطاه ربي حقه. إيه. هذاك إلا عطاه الشيفور، أنتم عطاكم باكم تاكم وجابكم. إيه. الحمد لله وشكروا عليه. هذاك عطاه ديك النعمة راه ما مرتاحش فيها، هو راه ما كرهش باه هو يديه ويجيبه، كتقنعهم هكذا سبحان الله حتى هما يرجعوا لطريق الله. بالخطاب الديني اللي هو مؤثر في النفوس هذيك، او سيختو مع الدراري سبحان الله، لانهم فترة سليمة، باقي فترة سليمة. سيختو مع الدراري الا جيتيهم من طريق الله راه تقدر تقنعهم واحد شوية، واخا ما تيبين لك بانه راه ما مقتنعش، ولكن هو غادي كيزيد وكيشد سبحان الله، وكيرجع شويه بشويه بشويه راسو كيرجع، تيبقى يقول لك اه هذيك الهضره اللي قلتي فيها بصح. نعم. هذه من جهه الدراري، نطلب الله يهدي الجميع. يا رب. اللي عنده شي دريه الله يصلحها ليه والله يهديها، الله يقنعنا بالله. يا ربي. غير من جهه الجيران زعما الله يهدي ما خلق. راه الواحد راه كيقولوا البيبان غير مسدودين. ليلى. شنو كاين داخل ربي اللي عالم به. الواحد ما تيبغيش يبين ضعفه، تيتم خارج ديك الضحيكه، غير هذيك الضحيكه انت خارج شاد فولدك نازل، خرجوا مع ولادها، دخلوا مع ولادهم، داو ولادهم هنا، جابوا ولادهم هنا، بانوا لينا مشاو هنا، جاو من هنا، داو دخلوا الطوموبيل الكراج، خرجوا الطوموبيل، هذا غير الجيران. نعم. حنا عندنا نعطيك واحد المثال، حنا واحدنا واحد الجاره راه كتقول راجلها هذيك شرات الطوموبيل الاخرى، خصني انا نشري الطوموبيل، كاين اللي يشري الطوموبيل. منافسه. هذه سافرات، ولكن داكشي راه كياكلوا، المشكل هو ان لوطخ بارتي كتاكل العصا مسكينه. اييه لان كتشرب بحال الحسد. راه كنرجعوا فيها حسد وحقد وعين، راه ما نكذبوش على الله. اييه فعلا، والعين خطيره بزاف. وهذا هو المشكل العويص، راه ماشي قال لك كيفاش كيقولوا حسد وما تغيرش ولا غير وما تحسنش من عشر بيضاء، دير ماشي مشكل، عجبك الحاجه تقاتل عليها، راه الارزاق في راه الله بسم الله، كل واحد يجري على رزقه، هو قسم الارزاق سبحانه. كل يجري على رزقه، الكل يجري على رزقه، ربي ما خلقنا في هذه الارض وطلقنا في هذه الارض وطلق لنا الخير في هذه الارض الا باش كل واحد يسعى على رزقه، ولكن ما تحسد ما تحقد ما تتبع ما تلغط في رزق عباد الله. اكيد هذا هو المشكل، الواحد كالرزيق اللي عند الله كيضر فيه، كتقول ماشي مشكل انت كبير غتهز، ولكن ملي تجيك في الدراري كيبداو الدراري، هل اللي كان تيقرا مزيان ما بقاش يقرا مزيان، هل اللي مسكين تيمشي للمدرسه تيولي عنده المشاكل مع الاساتذه على والو. لا اله الا الله. كيجي شي استاذ الصباح عيني في هذاك الولد ولا في هذيك البنيته. لا اله الا الله. كتقول لا اله الا الله، كاين اللي مساك الناس ترزاو في رزقهم غير بسبب الحسد. منو خلاص عاوتاني من جهه العائله كتلقى شي باخا يكونوا الخوت مقادين، سيرتو انا كنهضر على الخوت الرجال تيكونوا هما الخوت في امان الله. اييه هذا كيتزوج هذا كيتزوج. نعم. كتجر غيره بين العيالات، هذوك العيالات تيخسروا دوك الخوت، هذوك العيالات كيقولوا هما اكثر من الضريرات. هادشي راه ما اكثر، وهادشي راه حنا كنعيشوه بلا ما نضرقوا حتى حاجه. اييه فعلا هادشي حنا كنعيشوه،
كيبداو هذوك العيالات هما جابدين الصباح بدين دوك جوج رجال. هذاك تتعمر الرجل علاش مالو ياك نتوما خدامين بجوج؟ علاش هذاك هو عنده انت ما عندك؟ علاش هذاك دارو هو ما دارش؟ نعم نتوما ما عرفتوش هذوك الناس كيفاش داروا. يمكن نتوما مفجين وكتسافروا هذوك راه ما كيسافروش مساكن ما كيمشيو فين؟ دوك جوج ريالات كيجمعوهم باش يديروا بهم فين يجمعوا وليداتهم. نعم انت راه كتشد الطياره كتمشي هنا تجي هنا تجي هنا، انت كتشد الكارت تمشي مفجي هنا شاد هذا لوطيل شاد هذا. هو انت كيفاش حارم راسهم داك الشيء كامل وضاحك وجمع دوك جوج ريالات باش هو ان شاء الله يدير لولادو فين يتخشوا فين يتكمشوا فين يقراوا. اييه هذا هو المشكل. هذيك الغيره كيدير الحسد والحقد بين العائلات كتخسر العلاقه العائليه. كتقول هو صافي وها صله الرحم ما بقاتش، وحنا ثاني وصلنا ثاني في صله الرحم هي ما بقاتش. الغيره سبت لنا في قطع صله الرحم. هاي كتقطع صله الرحم كيولي بنادم كيتشوب في المناسبه، والمناسبه كيتشوب واحد كاع على اليمين واحد كاع على اليسار. ديك السنه انت تخرج غير بالنفس. لا اله الا الله. وحنا علاش وصلنا في دار عباد الله؟ لا اله الا الله. هذيك صله الرحم دابا حنا كنتالموا عليها، كنتالموا كنقولوا وعلاش دابا وهي عطاها لنا سيدي ربي بحال قلتي بونوس. اشنا هي صله الرحم؟ راه عندك خوتك وعندك عمامك وعندك جدودك، اشنا هي سلام السنه مشيتي عنده جيتي عنده هذاك بونوس عطاه لنا سيدي ربي نديو به الحسنات. نعم. حنا كتقطع هذيك صله الرحم. وهدو تيكبروا الدراري هكا تيكبروا لان باهم ما مقادش مع عمهم، مرت عمهم ما تتنقاداش مع عمهم، الدراري تيكبروا هذاك جار ولادو هذاك جار ولادو، الكبار تيمشيو والصغار تيكبروا على داك الشيء، تيولي كلشي مبعد. لا اله الا الله. حنا عندنا ولاد عمنا ما تنشوفوهم ما تيشوفونا. والسبب؟ حتى حنا راه هذا الشيء اللي كنقول لك. الغيرة. راه بنادم غير هكا. المنافسة. وبناتي هكا مع عمهم. هكا تاهم عندهم واحد عمهم، عمامهم اخرين لا، واحد عمهم هكا. للاسف هادشي في تبغي تجر جميع العائلات هادشي هذا. ها دابا 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 البراني كتقول لي هذاك براني، ولكن هادشي راه حتى في وسط العائلات. للاسف للاسف. الشيء الواحد وها هما كلهم ولاد كرش وحده، ولكن راه كل فين دار لي رزق. راه كتلقى عائله فيها طبيب ومهندس وفيها واحد داير كراسه. اكيد. وي هذاك الكروس راه ما شي الا كانوا خوت حلني فيه شي. انا باقي نهضروا على صله الرحم، راه الا كان كنحلنا راه حتى واحد ما يغير من الاخر، حيت هذيك النقص اللي عند واحد مسكين اللي ما عندوش الكبير تيحن فيه تتبدا المحبه، تتبدا المحبه كتحشم على عرض كانك تغير من خوك. لا اله الا الله. كتحشم كتقول اخويا حن فيا، ايه هو عطاه الله ومسك عليه الله، ولكن ما عمره ما نساني. تتبقى تتبقى انت داير مع داك خوك ولا ديك اختك، شي الله يجعلو ما يعطيكش عيط لك غير في التليفون يسول فيك يجي يطلع عليك مره مره، شي واخا يكذب عليك يقول لك واش خاصك شي حاجه تقول لي انت ديك النفس الحاره لا ما خاصني والو، وكتبقى ديك المحبه جره ما كتبقاش ديك الغيره. واخا كانت كاع كتقول اجي رجع لله، واش انا غادي نغير من خويا؟ كاع لينا فريد، واش انا غنغير من خويا؟ واش انا غنغير من بنت اختي ولا اختي، ولا نخلي بنتي تغير من بنت خويا ولا بنت اختي؟ اجي راه ولد خالتك هذيك، راه بنت خالتك هذيك، هذيك راه بنت عمك، هي مني فخا ما تديش عليها، راه كلكم بحال بحال، يلا وقرا وباش ان شاء الله كلكم تكونوا مزيانين وتهضر بالجمع، ماشي قريبه باش تكوني حسان منها، قراو باش ديروا نتوما حسان منهم. واش كتربي فيهم؟ راه الغيره هذيك. ماشي منافسه شريفه هذه. اي ولا واشني باش تكونوا حسان منهم؟ علاش ما نقولوش قراو وديروا باش تكونوا كلكم مزيانين وفرحوا بكم وتفرح بكم العائله، باش الدراري يكبروا هكاك، ماشي انت لا ما ديرش مع هذاك. عندك هذيك بنت عمك قري حسن منها باش تكوني انت حسن منها، قري حسن هذيك باش تكوني انت حسن منها، ديري انت باش تكوني انت حسن منها، شري انت هذيك الدار باش تكون حسن منه باش انت تكون. وعلاش؟ واش انت ربي في الغيره؟ هذه راه هي الغيره. وبلاد بلا ما كيشعر هذيك الغيره كتبقى غادي غادي كتشد في قلب عباد الله. صافي حتى الدم كيبدا يتباعد يتباعد يتباعد، شي كيشد على قلب الاخر. للاسف وهنا كتعود الصوره ديال العائلات وديال الاسر صوره حزينه وقاتمه. لا وصافي هادشي كيجر راسو، كل واحد كيجر راسو، كل واحد كيجر راسو كيتباعدوا. ايوا ملي كيجلسوا الناس مال فلان مال فلان، ايوا هذوك ولادهم كيغيروا من هذوك، وهذوك ما حاملينش هذوك، ولا هذوك هذوك ولاو لاباس عليهم، وهذوك ما حملهمش هذوك، ما عندهمش والاخرين ما حملهمش. ايوا علاش هادشي كامل؟ وشنو هو الحل في نظرك لاله سناء؟ الحل في النظر ديالك؟ والله العظيم الا رجع الله. رجوع الله. والله العظيم الا غير رجع الله، شي بنادم ينعلق الشيطان ويرجع الله. لا اله الا الله. غير مع راسو. راه رزق الله. رزق الله الشيء انا يقدر يعطيني ربي غير شي شويه ويدير لي فيه البركه والبركه وفرحانه به.
راه كنعرفوهم، راه عندهم اللي يتعد ما ما ما, ما كيفاش يقولوا له، ما يتحرق له، ما عرفتش كيقولوا له يتحسب ميت. راه ما فرحانينش، راه جالس، راه مشى عند الطبيب، جا عند الطبيب، درني راسي، درني قلبي، دوز ديبرسيون، عطاني اونتي ستريسور، هادي علاش راه ما فرحانش وما مرتاحش؟ كيقول لك باسكو حتى انا تبعت الحياه ومشيت ودرت وما استفدتش من وليداتي. وتيشوفك انت مع وليداتك غادي يجيبهم، كتشوفو جالس تيشوف فيك وهو مبتسم، تيشوف فيك انت مع نقدك الوليدات. لا اله الا الله، رجوع الله، الرزق عند الله والنعمة بالله، الله والتيسير، والتيسير ما عند الله. راه خصنا حنا غير رضاو، حنا خصنا نرضاو. راه الا رضيتي كترتاح. راه شي راه حنا النفس واعره، انا ما كنقول لا ان النفس اماره بالسوء، النفس واعره، النفس واعره. باش نقول اللهم لا تكلني على نفسي ولا شر نفسي وضعف نفسي ولا قله حيلتي. يا سيدي ربي، زعما كنقول يا ربي هاد النفس اللي زعما بغات كاع دير لي هادشي، عافاك سيدي ربي لا ما طفيها، ولا عافاك سيدي ربي شوف اش دير معايا سيدي ربي. وانت رجعتي لله ربي كيعاونك، كتعاود ترجع راسك، كتقول على الشيطان، على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صافي بركه بركه. الرزق على الله، وهذا هو رزقي، نطلب الله يبارك لي فيه ونفرح به ونفرح انا وليداتي ونكونوا بخير وما نتأذى وما والو. راه هذيك الغيره غير كتأذي عباد الله. كنشكرك لاله سناء على هذا الكلام الجميل، كنشكرك الشكر الجزيل. لا اله الا الله محمد رسول الله، حكمه جميله. لاله سناء ان شاء الله تقبلي تكوني من الضيوف اللي غيبقوا دائما مستمرين معنا في البرنامج في طرح هذه القضايا. مرحبا 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 سي الحاج، فيما كيبان لنا شي واحد عنده حكمه وعنده ما يقول ان شاء الله نضيفوه الى قائمه اسماء الضيوف البرنامج اللي غيبقوا دائما نستفدوا منهم الكلمات المفيده. الله يبارك فيك سي الحاج، الله يبارك فيك، الله يجيبنا في الصواب، ونطلب الله يقنعنا بالله، يا ربي الله يقنعنا بالله ونرجع لله يا ربي. الغايه ما كاين غير الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كاين غير الله. الغايه باش نكونوا اسره واحده، احنا كنا اسره واحده، ينصح بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا، وكل ما لقينا انسان عنده فكر نوراني او عنده نفس طيبه او عنده حرقه على المجتمع والوطن، كنعتبر بان هذا عنصر ايجابي خصو نستافدوا منه من الكلام الجميل ديالو. شكرا لك. الله يبارك فيك سي الحاج، الله يبارك فيك، الله يوفقكم، الله يوفقكم. بارك الله فيك لاله سناء، حفظك الله. الله يحفظكم، شكرا. حفظك الله ورعاك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.